انه انا من نسبت ولكن ما داوم السيد المتهم وقع كتاب بعد اسبوع. انا اقول انه لم التحق المتهم دوري اصبر. نعم عندما راح يجي دورك تدوين افادتك بالدفاعك عن نفسك راح تذكر اي كلام تريده، يعني اكو مناقشه اخرى، راح اكو كلام راح تجي انت تحكي براحتك، راح من اندون افادتك راح تتكلم براحتك، اليوم كامل الك تحكي. بارك الله فيك. شو تريد تقول تقول، وعندك هاي الكتب اي كتاب تريد برز المحكمه من هسه انا اقول لكم يعني هيئوا الدفاع مالتك. انا ما احتاج شهود، انا الكتب اتاكد انه انا في بغداد وهذا محافظ الموصل، هذا فتره عملي في مسوده التحقيق، فتره عملي في مكتب النقد. المدراء عفوا بس عرض يعني شوية تأخر بعرض هاي نعم نعم هاي استنسخوها تجيبوها. نعم من فضلك، انا لم احضر اي اجتماع لا اداري ولا امني ولا عسكري ولا استخباري ولا مرة أخرى مشاهدينا أغلق القاضي كل اللاقط وذلك لأسباب تخص المتهم طاهر توفيق العاني وكذلك تخص المحكمة أيضا نظرا لأن المتهم بدأ ب ناقش شنو ملاحظاتك على الوثائق اللي انعرضت اليوم؟ يعني مو طويلة إذا سمحت لي يعني خمس دقائق ما عندك شيء يعني بس خمس دقائق؟ أكثر من خمس دقائق قول لي بس يا الله بسم الله الرحمن الرحيم عندي على موضوعين أعلق عنها يعني موضوعين أشرح عنها والتعليق واختم الموضوع الأول
الفيلم الوثائقي المؤلم اللي شفته للأطفال والنساء والرجال، هذا عرض علي في بداية عام 2004 العفو، من قبل الأمريكان، وأكدوا لي أنه هذا الفيلم هي ضربة العراق لمدينة حلبجة بالسلاح الكيميائي. نعم. وقد قلت وأكرر الآن ما أقول، هذه الضربة لمدينة حلبجة وما حولها من قبل الجيش الإيراني قبل الاحتلال، ومن ثم احتلتها وقامت من عاونهم بدخولهم إلى العراق بمنع الأهالي، بعد أن اتصلت شخصياً بدولة وحزب السليمانية لكي يهيئوا، لأن أنا أعرف المدينة اللي تحتل من قبل إيران سينزحوا إليها، سينزحوا منها المواطنين، لكن صارت هي الضحية. النقطة الثانية، جنابك تفضلت في بداية الجلسة أنه أسقطت التهم عن الشهيد صدام حسين في بداية لا تتكلم موضوع ما يخصك فيها. هنا عرضت علينا أصوات وشغلات الدين صدام حسين، مو بس الدين اللي تدير المسيرة اللي أنا جزء من مسيرة صدام حسين. هاي وثائق تخص دعوة الأطفال، هاي ما تتعلق فقط ولو هي بصوته، لكن هي الإجراءات القانونية، يعني المقصود منها أنه ما يجوز محاكمة شخص متوفى، هذا شخص توفى انتهت حياته، تتخذ إجراءات قانونية بحق شخص توفى، أكو هيك سياقات بالمحاكم، شخص ميت تحاكمه. إذن على شنو جعل نعرض؟ انتهى هو. لكن إذا ما راح لكن هذه الوثائق، هذه الوثائق يترتب عليها يعني بناء على قناعة الإدعاء العام قد يترتب عليها أثر قانوني وقد لا يترتب عليها أثر قانوني، وهذا متروك للمحكمة تقدر قيمة الدليل اللي عرض للدعاء العام. والله سيادة القاضي وصلت إلى قناعة أنه الجانب السياسي دا يلعب دور في موضوعنا، وعليه حتى لا أتعبكم. عندك شيء بالوثائق؟ لا أتعبكم ولا أتعب نفسي ولا أتعب من يسمعني، ألتزم الصمت هو أفضل، وحي الله الحكم بما ستقررونه وشكرا. استاذنا لا بد من التعليق ولو اخركم فقط لدقيقه وليس لها من الدقائق. سمعنا من المتهمين وليس من متهم واحد ان الاكراد هم عملاء لايران وانهم على اتصال بايران لاكثر من جلسه، فكيف تضربهم ايران؟ إضافة لذلك سمعت المحكمة في صوت المتهم علي حسن المجيد أنه سيضربهم مرة وثانية وثالثة ورابعة و14 يوم أن يضربهم بالكيمياوي. تم جلب الشهود، قالوا الشهود ملقنين وكاذبين. تم عرض وثائق بخط يدهم وبتوقيعهم أنكروها. تم عرض صور حية لضحايا الأنفال لم يتم التعليق عليها وأنكروها. هذا أصبحت إيران ضربته. القول قول سأضربهم بالكيمياء ولأكثر من مرة، ما أترك تقدير ذلك للمحكمة وشكرا جزيلا. عندك شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. السيد رئيس المحكمة، اليوم عرضت وثيقتين. الوثيقة الأولى هي عبارة عن تسجيل صوتي، أشار السيد المدعي العام أن هذا هو صوت المتهم صابر الدوري، هو فعلا هو صوتي، ولكن الذي تحدثت عنه هو أن إزالة القرى أو تهجير المواطنين من القرى المزالة كان له ردود فعل عكسية لدى المواطنين.
يعني أنا ما قلت بالتحديد عكسية، وإنما قلت أكو ردود فعل لدى المواطنين اللي تركوا القرى وراحوا للسليمانية والمدن الأخرى. اللي أريد أشير له أن هذا هو من صلب واجبات الاستخبارات، أن كل عمل تنفيذي ردود فعله مسؤولة عن رصدها وأخبار القيادة العسكرية بها هي الاستخبارات. نعم. وهذا من ضمن واجباتي، يعني ما تحدثت على شيء أنه أنا اللي علاقة بي والاستخبارات لها علاقة بالتنفيذ حول تهجير القرى. المسألة الثانية أيضا فقط ربما صار بها لبس، اللي هي الوثيقة رقم 3 اللي هو تقرير مرفوع إلى مكتب الشمال حول ضربة خاصة. نعم. الوثيقة تقول أن الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أرسل برقية إلى الحزب الشيوعي، يقول لهم نؤكد اقتراحنا السابق بمفاتحة الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية حول جرائم النظام. السيد المدعي العام، يعني ربما صار لبس أثناء العرض، أشار إلى أنه هذا المقترح هو مقترح الاستخبارات. هو حقيقة ليس مقترح الاستخبارات، وإنما هي الرسالة تشير هكذا. والاستخبارات أيضا مثل ما أشرت هي مسؤولة عن رصد ردود الفعل ونتائج العمليات للجهات المسؤولة عن القضايا التنفيذية. فنفذ شيء والاستخبارات رصدت، وهذا يبدو أنه من خلال سبيل أو وسيلة صادقة اللي هي الاستراق اللاسلكي، استرقوا هذه الرسالة المتبادلة بين الاتحاد الوطني والحزب الشيوعي. شكرا. قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم 11/1، رفعت الجلسة. لا صحت لنا فرصة أن نشوف المقاتلين إلا من خلال المستشارين كالخدشين. هذول المستشارين تشوفهم للمقاتلين وشوف شو. حط مكانهم هذول الستة المستشارين، ستة أعضاء شعب مؤمنين، وشوف شلون أنت تحرر بيهم المكان اللي تريده. لا مقاتلين بس المستشارين جبناء. ولهذا صدر قرار عقوبتكم لانهياركم النفسي امام دعايات المخربين. وراها اذا ما تحملون توكلوا على الله. كل من يقول لك ما تحمل قول قم قم حطوا بالسجن. يجون عليهم غرفة المحافظة. لحظة لم ينسوا. يظهر من هذا المقطع الصوتي بإقرار المتهم أولا أن الذي يطلق عليهم مخربين لا يملكون من الأسلحة شيء. شيء ثاني، ذكر المتهم بأنك يا رفيق طاهر استطاعت أن تربي الباقين، أي أن حضوره في المجتمع وقام بأفعال التي يطلق عليها التربية. هناك في المقطع الثاني كذلك بصوت المتهم علي حسن المجيد يصف الشعب الكردي بكله مخرب، ويذكر أن الهجرة من الريف. اسمع، لأنه الموضوع هذا الكاسيت يتعلق بيك، فاسمع حتى تقدر ترد. نعم. تريد؟ لا لا مو أنت. يذكر أن الشعب الكردي كله. تريد أعيد لك هي؟ نعم. خاف ما سمعت. نعم. أعيد لك العرض؟ نعم. ممكن سيدي. إعادة العرض. نعم. نعم أستاذ. الآن يعيد العرض بعدين كمل شو اسمه. نعم. ثم في المقطع الثاني يذكر المتهم علي حسن المجيد بأن الشعب الكردي كله مخرب، ويذكر أن الهجرة من الريف إلى المدينة
نافعة في كردستان، ويجب تطبيقها عن طريق قطع المواد الغذائية من أكل وكافة المستلزمات عن المواطنين. يعني حسب ما ذكر، لكي يسمع صوته ويغرس في عقله ما يريده من فكر حسب قوله، حسب قول المتهم نفسه. نرجو الاستماع إليه. نعم. كيف يعيشون المخربين؟ على الصيف الجاي بعد ما في قرى منتشرة هنا وهناك، وكيف القرية تشتغل؟ ما قاعد نشوف الحيوانات شلون؟ الدجاجة هذه سخيفة، هم تحضن قلبها جوا وباطن، وما يحاضنها اللي ما يكبروا لها وتهدم. احنا هين تحطناهم دور الحضانة، تنحطهم القرن والمخربين يجون يروحون عليهم. بعد البيت مين هسع المجمعات اللي سويناها؟ احنا ما صرنا مثل الدجاجة وبناتها. يعني بعد ما يعني شفنا منهم شافوا مني. الصيف الجاي ان مرحلتين ان شاء الله. المجمعات وشلون نرعاها؟ أنا التقيت ويا المنتجات النفطية اللي يسووها لجنة، قلت لهم تروحون باتجاه معاكس تماما. اليوم الهجرة من الريف إلى المدينة ضارة، بالمنطقة الشمالية يجب أن تكون نافعة، من الريف إلى المدينة، والريف ما أرضي شيء حتى يضطر يجي هاجر إلى المدينة. وبنفس الوقت أربي تربية وطنية صرفة، ينخب طيار أربعة طالب الأسبوع نفط ونطي بطل واحد، وخليني يعيش على التدفئة. قامت المرأة ما هذه نخلق الحطم من بلغاز ونفط، وإحنا في زمن مر، وهاي الصوبات ينكت بها نفط وتدفئ. يعني ما رحيص شكوف عندنا طلب كل تدفئة نفط ولا تدفئة الحطب ولا تدفئ. قلنا احنا انت عمال هذيك الشغلات عين عليناها، والله نسوي ايه انا فاير بيس ونحط لي خشب ونتونس عليه للوين صار النفط الا الخشب. شوف شو قلنا، نبنى بناء هذا وما نقدر نفسنا، احنا قاعد نهدم من 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 مسيره هذا العراق. ما ندري تماما، ما ندري، ما انطي طحين ولا انطي شكر ولا انطي نفط ولا انطي كهرباء ولا انطي مي. خليه يجي قريب علي حتى يسمع صوتي، حتى أفرز في عقله ما أريده من فكر ومن ثقافة ومن وعي. ليش أخليه ملقوح بس الزمان هناك ما يعرف أصلاً؟ شو هناك؟ ليش أخليه هناك؟ شو يسوي؟ بحرم أحواله كاملة. ما أريد أخوي، 5 سنين أنا ما أريد أرجع أستوي الحنطة، ما أريد الحنطة مالتكم. 20 سنة صار من الثورة، خلوا نضيف الاستيراد وضعها. وحرم مناطق كبيرة، حرم التواجد فيها. شو سوى أنا بحرم طرقات من هنين إلى كفر إلى ديانة إلى درب اندخان إلى سليمانية؟ شو سوى ديانة هذا الحرم؟ شو عنا كل من خبز أخوي؟ كيف بنجع بيجينا من نص؟ خلص التجارة أخي، خلص شو مشتغل مصرف عليه اشتغل يجينا واردنا. شعبنا كله مخرب. هذه عندنا هنا قنشولة الموطن يعني كبيرة، قنشولة قادر كون شرعة ذني بيها. هذول السبب الولد رسول الله عمار أخو جعفر البرزنجي هذا القاعد قدامي صار منهم أنقص من العملاء. شخربهم، خربتهم المسيرة وتقادم الزمن والله 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 إلى أن خربهم. مش عجب المواطن ما يفهم هذا، كل النهار يقرا بكتاب مال الاروان فما يقرا كتاب مال الابحاث، يقرا بكتاب الله اخرم. والله شنو هذه مقدسه وذيك مقدس؟ العراق هو المقدس، بعد ما في ارض مقدسه من هذا الارض العراقيه اصيله. يظهر في هذا المقطع اختلاف كبير في اقوال المتهم، في حين انه يعتبر صرف 4 حسب ما ذكر الطالب نفط يعتبر تدمير للاقتصاد الوطني، في حين يمنع الزراعه
بكاملها في أحواض ويستورد من الخارج لا تعتبر هذا تهديم للاقتصاد الوطني. فيظهر من هذا الحديث أنه يريد أن يجبر أبناء القرى الكردية في عدم وصول الأغذية ووسائل النفط لغرض تهجيرهم من قراهم إلى المدينة لغرض السيطرة عليهم، مع العلم منع زراعتهم في أحواض كاملة كما ذكر المتهم نفسه. وهذا التناقض واضح أمام محكمتكم المؤخرة، أترك تقديره لمحكمتكم المؤخرة. كذلك هناك مقطع صوتي لنفس المتهم يتحدث حول موضوع رسالة بعثها السيد جلال الطلباني وقام بالرد عليها، وهي عبارة عن تنازلات يقدمها مقابل عدم هدم القرى، وكان الرد كما ستسمعونه في هذا المقطع. نرجو عرض هذا. وأذكر جلال الطلباني بسيطة تزكي واحد محدد، قال احنا مستعدين للمفاوضات وبيها من التنازل ليس القليل، فرصة ان واحد يفكر في هذه، بس الشرط الاساسي انه مزيد نفط. وراها راح هذا الولد الضابط خبرني المساء مدير مخابرات السلطانية، قال جت لي رسالة عن طريق الحزب الديمقراطي الإسلامي الإيراني مال قاسم دوب، هيجي يقول قلت له سجل الجواب منه، جاوبت ذاك الجواب بدون الرجوع، بس أنا عارف التوجه هي مو شغلة شخصية، هذه شغلة سياسية مركزية. وأخبرت السيدة الرئيس القائد جتني هيك الرسالة وهيك الجواب، معلق عليها تعليق صحفي كبير بأني كنت أصاب. وتوكلنا على الله أستاذ أبو علي وقسم من قادة الفيالق ما كانوا يعني جديين فيه، وطلبوا في إحدى اجتماعات القيادة العامة للقوات المسلحة أني حاضروا أن نأجل شهر آخر، قلت له ولا يوم وتحدثت لهم بالوضوح لكل الموجودين، قلت لهم أخوان احنا هذه مرحلة من هاليوم اعتبروا رفع شعار انتهاء التقريب، وليس التقريب والخسارة او التحكيم، واللي ما يقدر منكم يشتغل مع هذا الشعار يقول لي بيني وبينه أنا أحفظه، واللي ما يقدر ترى يتحمل. في هذا المقطع الصوتي واضح بأن السيد جلال الطلباني قام حسب ما ذكره المتهم على حسن مجيد قدم في رسالة تنازلات كبيرة لقاء عدم تهديم القرى، وكان الرد شديد عليه كما ذكره المتهم. إضافة إلى ذلك ذكر في هذا المقطع بأنه تم الاجتماع مع قادة الفيالق، وحسب خبرة القادة الميدانيين وهم الضباط وقادة الفيالق طلبوا تأجيل الهجوم، إلا أن المتهم أمرهم بعدم التأجيل والهجوم فوراً. هناك مقطع آخر صوتي كذلك بصوت المتهم على حسن مجيد ذكر فيه بالحرف الواحد إنه لما جاء قرار العفو عن الأكراد كاد يصعقني حسب قوله، أي إنه لم يوافق على قرار العفو. وهناك حديث آخر حوله، قال أنا حزبي ومسؤول ونفذت الأوامر، أما في داخلي فلم أوافق على قرار العفو حسب قناعتي. ممكن الاستماع على هذا المقطع؟ نعم تفضل. من جوني 300 واحد مسلحين وقالوا احنا مستسلمين،
دزيت على فيلم القرية مال المتيوبة وقلت لهم يا ما سارات العرب اصبر حتى لا أضعف وتأخذني المغريات السياسية في اتجاه أن يعيشوا ثلة من الخونة ويكبروا في العراق العظيم. واشتغلت بكل أمانة وبكل جدية ومسابقة مع الزمن. ومن جاء قرار العفو يكاد أقول يصعقني، لكن العضو متزامن وهذا شعبنا نلقى يجوز بيه خير. ولو ما لقينا بيه أبدا ما لقيت عيني. أحسنهم إذا بي خير لذاتهم هم إحنا المن. أنا الآن لو تسألني بالموظفين البارزين من عدا محافظ أربيل ومحافظة سليمانية أنا ما عندي ثقة كردي بالدولة في الشمال. فاتني أن أذكر مقدما خلال هذا المقطع الصوتي بأنه جاء 300 شخص قاموا بالتسليم على أثر هجوم وقع على قرية عربية. فيذكر المتهم بأنه فتح أو عرض أمامه فيلم، لا أعرف ما هذا الفيلم، حتى لا يضعف، وأمر بقتل هؤلاء. إضافة إلى ذلك يذكر بأنه ليس لديه أي ثقة بأي كردي، بينما ذكر أمام محكمته الموقرة قال هو شعبنا الكردي ونحن فقط حاربنا المخربين. فهذا المقطع هو واضح في النية ضد الأكراد، أي أنه لا يوجد كردي له ثقة فيه. ممكن تعيد السيد من دلعم؟ نطلب إعادة هذا المقطع رجاءً. ولو من جوني 300 واحد مسلحين وقالوا احنا مستسلمين. دزيت على فيلم القرية مال المتيوبة وقلت لهم يا ما سارات العرب اصبر حتى لا أضعف وتأخذني المغريات السياسية في اتجاه أن يعيشوا ثلة من الخونة ويكبروا في العراق العظيم. واشتغلت بكل أمانة وبكل جدية ومسابقة مع الزمن. ومن جاء قرار العفو يكاد أقول يصعقني، لكن العضو متزامن وهذا شعبنا نلقى يجوز بيه خير. ولو ما لقينا بيه خير أبدا ما لقينا بيه خير. أحسنهم إذا بيه خير لذاتهم هم إحنا المن. أنا الآن لو تسألني بالموظفين البارزين من عدا محافظ أربيل ومحافظة سليمانية أنا ما عندي ثقة كردي بالدولة في الشمال. نعم. كذلك هناك مقطع صوتي بصوت المتهم علي حسن المجيد يتحدث فيه عن المجمعات السكنية ويأمر في حالة مخالفة الأوامر والتعليمات افعلوا به ما شئتم إلا عدم تمثيل في الجثة، يعني ثم يذكر اقتلوه حسب التعبير الرسمي، اقتلوه بدون نجدة بالتعبير، أي بدون سؤال أو جواب، بدون اقتلوه بدون نجدة. هذا هو اصطلاح محلي أو لهجة محلية
معناها باللغة العربية أي بدون سؤال أو جواب. نطلب من المحكمة الاستماع على هذا المخبر. المجمعات معاد رفيق أبو علي صارت عندنا عدد ليس قليل، وحرنا شلون نحميها بالجوانب الأمنية. طبعا المجمعات لازلت، بس لازلت أقول أيضا بعد قليل لازم كلها أسيجها بأسيج وأمنع الدخول والخروج إلا من باب معين أو أبواب معينة. وعلى هذا الأساس أخذت من الجيش 1500 من اللي راحوا من الأمن والشرطة باختيار، و 150 أظن مفوض كذلك. هذول خصصتهم خاص للمجمع. كي أسيج المجمعات بس الآن أشوفها لا من باب المنطق والأصول الإسلامية، أن المجمع بعده هو يطلب منك أن تنضي 10 فلوس ما عندك فلوس، وتجي تحط النبو مسيج يكسر المسيج، يكسر القانون، تبطل بحكم وانت سبب. بس أنا من أهيئ له متطلبات الحياة وينحرف معك السحمان ناشد علي والله لك سووه 100 مليون بس تمثيل بجيب لك. سيد واضح في هذا المقطع سيد المدير العام إذا يقدر يعني. نعم نعم في هذا المقطع واضح جدا حيث ذكر المتهم أثناء حديثه مع محكمتكم الموقرة وفي عدة جلسات يصف فيها المجمعات السكنية بأنها مجمعات عصرية وقد وفر له ما وفر، وقد ذكر في هذا المقطع بأنه يجب تسييج هذه المجمعات ووضع حرس عليها التي ذكر العدد بآلاف الأمن، ولها باب واحد يسمح لها بالدخول فقط، والذي ينحرف افعلوا به ما شئتم إلا في التمثيل في الجثة، وهذا واضح من هذا المقطع الصوتي. هناك مقطع صوتي آخر يذكر فيه بصراحة إن انتماء مستشاري الأفواج المدني هو انتماء نفعي وليس وطني، أي يذكر أن الذين المستشارين والتابعين للمستشارين هو ليس بدافع الوطنية وإنما هو انتماء نفعي، أي إغراء بالمال وما شابه ذلك. وقد ذكروا أمام محكمتكم الموقرة بأن هؤلاء هم الشعب الكردي الأصيل وهم الوطنيين، بينما يذكر أنهم انتموا لانتماء نفعي. نطلب من المحكمة الاستماع إلى هذا المقطع. أربع أفواج ركانيين ما يقدرون يحافظون على نفسهم ويريد منهم يحمون الآخرين. مهيكين؟ زين. أنت عاقبوهم 25. شوفوا 15 يوم من هذا الكلام شو يصير. ولا ما ترجع لك ال 25% الا ما تثبت الكفاءه. اذا ثبتت كفاءه رجع لك ال 25. وشوفوا شلون راح يقاتل قتال مثل ما تريده، لان انتماء المستشار انتماء نفعي وليس وطني عراقي، ما له علاقه في هذا كله. فلا تستغربون رفاق من ينتمي إلى هذه المجموعة نفعيين ومن ينتمي إلى التخريب نفعيين. مثل ما انتمى للتخريب بغير الإيمان العقائدي ينتمي لأفواج الدفاع بغير الإيمان العقائدي. الملاحظات اللي ذكرتها حضرتك أنا أعرفها وأحياناً أعرف تفاصيلها.
نعزلها مثل هذه المرورات. نحن مجبورين هالموبات، لكن احنا البشر بعد غياب الدولة والتعبئة صار لها 20-30 سنة والتوعية قاموا يعتقدون. ومن الأخطاء والمخاطر الكبيرة أن يخافوا يقول للمستشار روح للتوقيف وينهز مع المخربين، أقول روح اجمع ربعك ويروح للمخربين، يلا طلب من على أبو شابك ولا حد يحاكي خلوه إلى أن يغادر. ايش كثر المخربين أخوي، أنتم ما جاءت قيسون قياسات علمية وتشوفون ايش كثر المخربين. المخربين جزء مو أصبع من 10 أصابع، جزء من أصبع. في هذا الحديث واضح يذكر على حسن المجيد أولا بالنسبة أن المستشارين هم انتماء نفعي وليس وطني، إضافة فقد ثبت من خلال هذا المقطع الصوتي بأن المخربين عدد قليل جدا ليس على عدد الأصابع، وإنما هو جزء من أصبع من عدد الأصابع، ولكن الذي لاحظت المحكمة من خلال الأدلة ومن خلال الأفلام التي تم عرضها تم قتل آلاف من النساء والأطفال الذين شاهدتهم المحكمة، بينما يذكر في هذا المقطع الصوتي بأن المخربين هم عدد قليل جدا. ولو رأت المحكمة أن نعيد هذا المقطع يعاد هذا المقطع رجاء. 4 أطفال ركانين ما يقدرون يحافظون على نفسهم والريد منهم يحمون الآخرين مهيكي؟ زين أنت عاقبوهم 25، شوفوا 15 يوم من هذا الكلام كيف يصير، واللي ما ترجع لك 25% إلا ما تثبت الكفاءة، إذا ثبتت كفاءة رجع لك 25. وشوفوا شو راح يقاتل قتال مثل ما تريدوا، لأن انتماء المستشار انتماء نفعي وليس وطني عراقي، ما له علاقة في هذا كله. فلا تستغربون رفاق، من ينتمي إلى هذه المجموعة نفعيين ومن ينتمي إلى التخريب نفعيين، مثل ما انتمى للتخريب بغير الإيمان العقائدي ينتمي لأفواج الدفاع بغير الإيمان العقائدي. الملاحظات اللي ذكرتها حضرتك أنا أعرفها وأحيانا أعرف تفاصيلها، بس المنطقة تحتاج لها مثل هذه المرورات. نحن مجبورين هالموبات، لكن احنا البشر بعد غياب الدولة والتعبئة صار لها 20-30 سنة والتوعية قاموا يعتقدون. ومن الأخطاء والمخاطر الكبيرة أن يخافوا يقول للمستشار روح للتوقيف وينهز مع المخربين، أقول روح اجمع ربعك ويروح للمخربين، يلا طلب من على أبو شابك ولا حد يحاكي خلوه إلى أن يغادر. ايش كثر المخربين أخوي، أنتم ما جاءت قيسون قياسات علمية وتشوفون ايش كثر المخربين. المخربين جزء مو أصبع من 10 أصابع، جزء من أصبع. وأحب أن أبين نسبة 25 لمحكمتكم الموقرة، حيث في التسجيلات الصوتية السابقة أن المستشار الذي لم يقم بواجبه أو لم يتم تنفيذ الأوامر الصادرة إليه يعاقب ب 25% من التابعين له، أي لا يصرف لهم رواتب ويقلل عدد الفوج 25 واحد. في هذا المقطع الآخر يتكلم كذلك بصوت على حسن المجيد، يتكلم عن بعض القرى ويقول كل من يلقى القبض عليه في هذه المناطق يقطع رأسه بدون نجدة، واضحة في هذه المقطع نرجو الاستماع عليه، أي بدون محكمة وبدون
أي إجراءات، أي شخص يلقى القبض عليه يقطع رأسه بدون سؤال أو جواب، وهي بدون نجدة. قلنا يرتكز المحرفون على القرى المتناثرة هنا وهناك كأماكن لتزويدهم بالبصيرات والمعلومات وإلى عليه كل القرى المحذورة أن يقطع سوي لها حالة التجميع بيد حتى ينعزل المحرفين. وسوينا مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ ب 21/5 تنتهي ب 21/4 تنتهي 21/5، والمرحلة الثانية تبدأ تداخل ويا 21/5 تنتهي ب 21/5. كل من تحدد المناطق يوم 22/6 كل من يلقى القبض عليه في هذه المناطق يقصون رأسه بلي نشته. وآخر شيء سويتها تعليمات، والتعليمات لا زالت وستبقى سارية المقام. لا أروح كذا باقة ونسخ منها الهيئة المحرمة. احنا أحرار في أن نحرم المكان سين، لم نحرم المدن، نحرم جبل المراهنة. أستميح المحكمة عذرا وأطلب من إعادة هذا المقطع لأهميته لو سمحت المحكمة بذلك. نطلب إعادة هذا المقطع. كنا يرتكز المحرفون على القرى المتناثرة هنا وهناك كأماكن لتزويدهم بالبصيرات والمعلومات وإلى عليه كل القرى المحذورة أن يقطع سوي لها حالة التجميع حتى ينعزل المحرفين. وسوينا مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ ب 21/5 تنتهي ب 21/4 تنتهي 21/5، والمرحلة الثانية تبدأ تداخل ويا 21/5 تنتهي ب 21/5. كل من تحدد المناطق يوم 22/6 كل من يلقى القبض عليه في هذه المناطق يقصون رأسه بلي نشته. وآخر شيء سويتها تعليمات، والتعليمات لا زالت وستبقى سارية المقام. لا أروح كذا باقة ونسخ منها الهيئة المحرمة. احنا أحرار في أن نحرم المكان سين، لم نحرم. لقد ذكر المتهم في هذا المقطع كما سمعتم بأنه أي شخص يلقى القبض عليه بعد التاريخ الذي ذكره يقطع رأسه بدون سؤال أو جواب، وجعل هذا الأمر أمرا ساري المفعول كما ذكره المتهم في هذا المقطع الصوتي. كذلك هناك مقطع صوتي بصوت المتهم علي حسن المجيد يذكر فيه بأنه قام بالتوقيع على أمر إعدام 35 شخص. نطلب الاستماع إلى هذا المقطع. حركة الباحة يعني من أول خيط مو معلوماتها تفصيلية من الحركة فقلت لهم ايش عندكم وجابوا لي اياها البارحة. وقعت على 35 واحد قلت لهم اليوم كذي فنفذوا وظلينا نتابع المكتب. لقصر المقطع لو سمحت المحكمة بإعادة هذا المقطع. حركة الإسلام البارحة يعني من أول خيط مو معلوماتها تفصيلية من الحركة الإسلامية
فقلت لهم اشهدكم وجابوا لي اياها البارح، وقعت على 35 واحد قلت لهم اشهدكم اليوم غني، فنفذوا وظلينا نتابع المكتب. واضح جدا في اقواله بانه ذكر يوم امس وقال البارحه وقعت على اعدام 35 شخص واليوم شنو هو؟ اترك تقدير هذا القول للمحكمه، هل هو من رئيس محكمه؟ وحتى وان كان رئيس محكمه في يوم واحد يوقع وينفذ ثاني يوم الحكم؟ اترك تقدير ذلك للمحكمه. كذلك هناك مقطع صوتي لنفس المتهم على حسن المجيد يقول إن الأكراد الموجودين في كركوك قمت بطردهم ومنعتهم من العمل في كل مدينة كركوك، وكذلك قسم من عندهم قمت بحبسهم وقسم قام بتعذيبهم، وذكر بلهجته ببسطهم، واللهجة العامية بسطهم ليس كما في مصر أنه يريحهم، وأنا بسطتهم احنا نقول أي عذبتهم. نرجو الاستماع إلى هذا. نعم. عندنا نقطة نتحدث بها، الحركة عن كركوك قبل كركوك احنا من جينا أنا والرفيق راضي طلبنا الإحصائية، العرب والتركمان يشكلون نسبة 51% من وجودهم في كركوك بالرغم من كل الحالة، وصرف عليها 60 مليون دينار. الوافدين من العرب إلى مدينة كركوك هم أقل نسبة لهذه النسبة، لكن الموجودين هنا كلهم قرايتهم كلهم سوينا تعليمات وفقط لا زالت صائمة. مو بس هذه، حرمت على الكردي أن يشتغل في كركوك وضواحيها وقراها من خارج مدينة كركوك، ومنهم حبستهم ومنهم حجزتهم ومنهم بسطتهم الأربندة أربع سيدس بسطتهم، بس ما يقدر يقول السلمي ما لتحش يعرف هو ليش فقط. أود أن أوضح لمحكمتكم الموقرة، هناك لفظة وردت في أقواله قلعتهم، وهذه لهجة محلية أي قمت بطردهم أي كليا قلعتهم، نحن نقول في الريف قلعتهم أي طردتهم، يعني أنه ما خلت أحد من عندهم، نذكر هذه الكلمة فقط. أنه يقول بسطتهم بالعربندة، لا أعرف معنى العربندة، فقط هذه الكلمة لا أعرف ما هي العربندة، ولكن يقول بسطتهم يعني عذبهم، هذا ما موجود من أدلة التي حصلت عليها، وأشكر المحكمة لإتاحة هذه الفرصة لي. شكرا جزيلا سيد الرئيس، شكرا سادة الأعضاء المحترمين. الأول سيد مدرعم. نعم. أول شريط أيده نطلب عادة المقطع الأول، المقطع الصوتي الأول الذي تم عرضه. نعم دهوك، محافظ دهوك. استاذنا الكريم، حقيقة موضوع يعني أنه ما زال جنابة تطلع الفرصة، موضوع ديالوج والجماعات اللي مصفة يعني شغال زي سوري، حقيقة بعد الحوادث اللي صارت في ديالوج طبعا جنابة على علم وعلى نفس الجسم،
بس يعني هذول اللي موجودين طبعا حوالي يعني 4 أفراد طبعا مشكلين هم كلهم بريطانيين. فطبعا هسه هم من هاي. فقبل فتره طبعا اخذنا اجتماع اللجنه الامنيه بهذا الخصوص واستدعينا يعني المستشارين لهم هذا الخصوص لانه قلت ما قررتوا خلال الفتره والقضايا يعني اللي صارت في بعض الحلال. يعني شو السبب انتم هسه تريدون يعني تحاولون يعني على التأخير و يعني بعدين هم عدد كبير ومنطقه جدا مهمه. فطبعا هم من هاري يعني حقيقه حتى الباقه اجوا قسم عندنا والحزب واحنا رفضنا. 4 افواج مشكله بس بريطانيين واضافه فوجين اخرى من غير المنطقه ليحميهم. فهم يدعون بانه قصف علينا. احنا ما عندنا سلاح مع الرد مع القصف. بس هم طبعا من هاري حقيقه وحتى يعني احنا ذاك اليوم بالاجتماع 3 ساعات وياهم يعني ما قصف. من 13 يوم قصفوا. فعليش يقصفوهم انه يعفوهم اللي يشيلون فعليش يخسرون عتاد خير العتاد شحيح بالشتاء. منطقه جدا مهمه يعني كاخلاء احنا حقيقه اللجنه الامنيه وكل المسؤولين ناوية لاخلاء المنطقه. فاحنا سوينا حقيقه كتاب لسياده الحكومه في هذا الخصوص يعني كتبنا هو طبعا الان انت كتبته لنا؟ والله العظيم صار له يمكن ازيد من 10 ايام 15 يوم على الحدود. انا شفت البارحه بريد ما جاني وشفت اليوم نعم. بريد ما شفته لانه يعني اقترحنا لانه منطقه جدا مهمه. ايش اقترحته؟ اقترحنا مثلا اللي هم حسب اللي معانا والجيش لانه شويه سلاح ثقيل هناك يكون حتى يكون رايح السلاح الثقيل ينطول المخربين حسب ما قال الاستاذ على اساس يعني يكون طبعا حمايه مال السلاح يكون جيش يعني مثلا فلسطينيه فشي حسب هم لانه جيش يخلون هم يعرفون. فهم هسه طبعا الشكل واحنا ما معطينهم الست افواج تعطيها اسمائها للاستاذ طاهر الهاني. نعم. تستدعوهم يوم السبت انت وامين سب الفرع. جيد. تقولوا لهم عقوبتكم هذا اليوم في هذه المرحله تخفيض 25% من ملاك كل فوج. نعم. هذا اول يوم. اللي يقول لا ما اقدر هسه يعتبر انتم فورا. نعم. يعتبر الفوج ماله محلول. بس هذه عقوبة لكم لأن انطيتوا كسر المخربين 6 أفواج تخفيض نسبة 25% عقوبة لعدم ردهم على المخربين وانهيارهم أمام إشاعات المخربين ولا مو أمام قنابل المخربين. تكتب لهم رفيق أبو حسن تقول لهم أنتم قرار تخفيض 25% حتى البارحة قسم الجوني طردته قلت لهم أنتم إيه ما تستحون أنتم خزيتوا تقول له هيجي يقول لك احنا ما نقدر فورا حطه بالسجن فورا. انا بوصيهم الوصي على كل حال اشتغل وياهم هالشكل ورا اسبوع قول لهم انتم 50% ورا اسبوعين قول لهم انتم محلول 6 أفواج يلا ما نشتغل بعد هيجي. وتقول لهم عدله مو بلا يستحق ولو هاي اول مره 25% من الفوج الملكي ترى من الظلايا هذا الموجود المخربين شنو اللي عندهم قنابل اخوين؟ ايش بلاك ما صول عليهم؟ يعني ليش المخربين ياخذون منك هاونات؟ انا اريدك تجيب لي هاونات من المخربين. عددهم بحدود يعني 6000 ليش تعطيهم 22 هسه 22 هذول عراقيين شوف هذول اللي انا قدرت تربوهم يا رفيق طارق هذول ما صحت لنا فرصه نربيهم ولا صحت لنا فرصه ان نشوف المقاتلين الا من خلال المستشارين هالكرخجيين. هذول المستشارين تشوفهم للمقاتلين وشوف شو. حط مكانهم هذول السته المستشارين، 6 أعضاء شعب مؤمنين وشوف شلون انت تحرر بيهم المكان اللي تريده. هذول مقاتلين بس المستشارين جبناء. هذا صدر قرار عقوبتكم لانهياركم النفسي امام دعايات المخربين. وراها اذا ما تحملون توكلوا على الله. كل من يقول لك ما تحمل قول قم قم حطوا بالسجن. يجون عليهم غرفة المحافظة. يحضر امين سر الفرع. نعم. بعد ما حضروا اكثر من جنة تبغى تستحوا فزيتوا الاشعار فزيتوا شو اسمه المقاتلين هم ايش عندهم؟ هم ما يرفعون
يعني ربع ربع العدد ما يكون خمس يعني اللي تشتمن عليهم على ضيافهم يعني.